إذن نفتح نافذتنا على العالم وأرحب بضيفتي هنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك سيدة لينا. دعينا نقرأ في التراجعات والانخفاضات المتتالية التي طالت المؤشرات الأمريكية، هل انتهى شهر العسل؟ أهلا بك. طيب بالتالي فعلا أسواق الأسهم الأمريكية بعد قرار الفدرال الأمريكي الذي كانت لهجته تشددية وأكثر مما تتوقعه الأسواق، حيث كان رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من 6.5% إلى 7%، وأيضا رفع التضخم 2.4% إلى 3.4%. يظهر أنه المتداولين في الأسواق رغم عدة مرات قال الفدرالي أن التضخم عابر ومؤقت، إلا أن يعني يظهر أن المتداولين يخشون أن سوف يحصل ارتفاع في التضخم خلال الأشهر القادمة. فبالتالي حسب الدوت بلوت يعني هناك 7 من أعضاء الفدرالي الأمريكي عم يتوقعوا أنه يكون هناك يعني رفع لأسعار الفائدة في عام 2023 مقابل أيضا 4 أعضاء بين خلال الاجتماع السابق في شهر مارس. فبالتالي التوقعات أصبحت أكثر أنه يخشون من أن يقوم الفدرالي برفع توقعاته خلال العام المقبل 2022 ويبدأ ببرنامج تقليص برنامج شراء الأصول. دعنا ننتقل إلى النقطة المحورية وهي التي تهم دورة أعمال الأسهم، بأن أسعار يعني أسعار الفائدة ارتفاعاتها فوق التضخم. يعني خلال عام 2018 شفنا كيف أنه الأسهم الأمريكية تراجعت بنسبة 7% في أكتوبر، عندنا في ديسمبر تراجعات كانت قوية ب 9% خلال عام 2018. كان السبب انه اسعار يعني بعد فتره قصيره من انه ارتفاع اسعار الفائده فوق التضخم ادى ذلك الى هذه التراجعات وصاحبتها عمليات جني ارباح في اسواق الاسهم. بالتالي هناك توجهات كانت الى استثمارات اخرى مثل السندات الحكوميه والتضخم، بالتالي هناك يعني يفضل استثمارات مع تغطيه المخاطره. فبالتالي اذا كان العكس انه التضخم فوق مستويات الأسعار الفائدة، فبالتالي لن تكون السندات مجدية، فبالتالي سيكون صحيح. عوائد السندات أقل من معدلات التضخم، وبالتالي راح نشوف توجه يعني فبالتالي انه راح نشوف انه يعني هذا اللي السبب انه اولا شفنا كيف اسواق الاسهم تفاعلت مع قرار رفع اسعار الفائده. لكن اذا نظرنا بالحقيقه لرفع اسعار الفائده، لو تم رفع التجديد بربع نقطه مئويه فهذا لا يعني انه نقول انه سوف تستمر عمليات جني الارباح في اسواق الاسهم. متوقعين انه يكون في اسواق الاسهم حاله مؤقته من هذه التراجعات، وسوف يعني سوف تعود الارتفاعات الصاعده لاسواق الأسهم نتيجة هذه المعادلة عن أسعار الفائدة والتضخم والمقارنة بينهما. جيد، دعيني أنتقل لموضوع آخر، يعني الذهب واللافت. يعني حتى في هذه الأثناء، يعني الآن أنا أمامي أن كل العملات تقريبا ترتفع أمام الدولار، اليورو والإسترليني والفرنك والين كلها، وحتى عملات السلع الأسترالي والنيوزيلندي. رغم ذلك الذهب هناك أيضا يسجل حالة ارتفاع، يعني وهذا تلاقي لا نقول نادر لكن بدأ يحدث كثيرا في الفترة الماضية. يعني الذهب لا يركن لعلاقته الكلاسيكية التقليدية مع الدولار. هلا ذهب الارتفاعات اللي عم نشوفها اليوم، شفنا بعض الانخفاضات اللي حصلت القويه خلال الاسبوع الماضي بعد قرار الفدرالي الامريكي باللهجه التشدديه ادى الى تراجع اسعار الذهب بقوه. يعني فتوقعات يعني انه طبيعيا نشوف بعض الارتفاعات اليوم نشوفها على اسعار الذهب. ما حصل انه دائما ارتفاع الدولار الامريكي هو سبب رئيسي كان بتراجعات اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي، لم يتجه ابدا الى عوائد سندات الخزانه الامريكيه. يعني اذا نظرنا سواء عوائد سندات الخزانة الأمريكية متراجع ب 1.4% 10 سنوات حتى 30 في السنة متراجع. فبالتالي أسعار الذهب بدأت ضعف عندما وصلت إلى 1900 دولار ولم تستطيع أن تبقى فوق تلك المستويات. 1900 دولار كانت للأونصة مستويات نفسية كثير مهمة للمتداولين، لم يستطع الوقوف فوقها لفترة، فبالتالي بدأ الضعف هنا مع انتظار المتداولين كان قرار الفدرالي الأمريكي. وبالفعل قرار الفدرالي الأمريكي كانت لهجته
التشددية أدى إلى تراجعات أسعار الذهب، ربما نصل إلى مستويات 1720-1700 دولار. نحن نتوقع الاتجاهات الآن الانخفاضات، لأن إذا نظرنا المؤشر الدولار الأمريكي رغم يعني لو شفنا بعض الارتفاعات اليوم الطفيفة جدا أو يعني لا تذكر ربما عرض الضعف، لكن هو عند أعلى مستوياته في يعني في شهرين الدولار الأمريكي، فارتفاعات عم نشوفها قوية. فبالتالي عوامل هذه المؤقتة، ارتفاع الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي في تراجع أسعار الذهب، ربما نشهد الاتجاه الهابط على المدى القصير، لكن على المدى الطويل ربما نشهد بعض الارتفاعات على أسعار الذهب نتيجة أنه التضخم، لأن التضخم سيكون يعني سوف يرتفع يعني خلال الأشهر المقبلة، حتى يعني لو قام الفدرالي الأمريكي كما ذكرت قبل قليل أنه يكون الرفع بربع نقطة مئوية لن يكون التأثير كبير، فالتضخم نتيجة هذا الارتفاع إذا ذكرنا خلال الأعوام الماضية فبالتالي رح يكون الذهب على ارتفاعات، لكن هلا عم يشوفوا المتداولين ارتفاع الدولار الأمريكي السبب أنه التضخم أيضا أنه ما زال منخفض، فبالتالي في هذه الفترة فالتأثيرات ستكون مؤقتة على أسعار الذهب. جيد. دعينا ننتقل أيضا إلى النفط الذي لا زال يواصل ارتفاعاته، نلحظ ثم التقدم في المباحثات مع إيران. روسيا تلمح لأنه يجب الأخذ في الاعتبار عودة النفوط الإيرانية إلى ما ذلك من هذه التفاصيل، لكن النفط يتجاوز كل ذلك ويواصل ارتفاعاته، على ماذا يستند؟ النفط ارتفع لعدة عوامل. أولا التوقعات بتعافي الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذا العام، متوقعين أنه زيادة الطلب من على النفط وخاصة بعد تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ب 7.4 مليون برميل يوميا، حتى المخزون التجاري تراجع، نحن عم نحكي تقريبا عن 466.7 يعني دون متوسط الخمس سنوات. أيضا موسم القيادة بالفعل في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، رحلات السفر، عودة الطيران بدأت يعني تظهر يعني ملامحها الإيجابية على النفط، فكل هذه العوامل برأيي إيجابية بعودة موسم القيادة، تراجع المخزونات، حتى تقليص من قبل أوبك بلس، تراجع المخزونات بدء تقليص رفع الإنتاج تدريجيا من قبل أوبك بلس لكن بشكل تدريجي، لكن حتى لو قامت يعني أوبك استمرت في سياستها برفع الإنتاج تدريجيا، فبالتالي هذا راح يكون انه لن يعني يكون قادر على تلبيه الطلب المتنامي بالارتفاع، فبالتالي سيكون هناك عجز في المعروض وهذا راح يدفع اسعار النفط نحو الارتفاع. مستويات النفط نشوفها 80 دولار، وخاصه كما ذكرت انه المحادثات مع ايران بدات يعني تتقلص تلك المحادثات، وربما لن تعود يعني لن يكون هناك عوده يعني في الامد القريب للصادرات الايرانيه، فبالتالي هذه المخاوف قد تلاشت وبالتالي الارتفاعات لأسعار النفط واردة، وأن نصل إلى خام برنت لمستويات 80 دولار للبرميل. نعم، شكرا جزيلا لك. وبالفعل يعني حتى العراق عبر وزير نفطها ألمحت إلى 80 دولار. أشكرك السيدة لينا قنوع، وأنت محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا لوجودك معنا. شكرا طيب.